والله وشبت يا عبد الرحمن، عجزت يا واد مسرع ميته وكيف. عاد اللي يعجز في بلاده غير اللي يعجز ضيف. هلكوك النسوان، شفتك مرة في التلفزيون ومرة وروني صورتك في الجرنان، قلت كبر عبد الرحمن. امال انا على كده مت بقالي 100 حول. والله خايفة يا وليد القعدة للطول. عشت كتير، عشت لحد ما شفتك عجزت يا عبد الرحمن، وقالوا لي قال خلفت، وانت عجوز خلفت يا اخوي وبنات، امال كنت بتعمل ايه طيلة العمر اللي فات؟ دلوقتي ما فوقت وجايبهم دلوقتي تعمل بيهم ايه؟ على كل اهي ريحة من ريحتك على الارض يونسوا بعض. ماشي.